رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول الغياب. عمر مضى من عمرنا، عمر مضى من عمرنا في غفلة، فانتبهوا فالعمر ظل سحاب. لتصبر ومشقة فاجزوا واجروا من صبر. ورجعنا بعد الفاصل، وأولا أنا بحيي عبد الرحمن أحمد الديب من سوهاج، أحد طلاب الدمج اللي تميز بالتحدي والإصرار. ما شاء الله، هو في الترم السنة دي في الإعدادية من الخامس على الإدارة التعليمية، غير التفوق والشهادات والحاجات الجميلة في كتابة أجمل كلمات الشعر. رمضان شهر الغفران، طبعا دي بنهديها لكل أحبابنا وأصدقائنا. هيدخلي دلوقتي مداخلة معانا. ألو، تمام، أتمنى إن أنا أسمع صوتك يا عبد الرحمن. أنا النهاردة هقدم فقرات متنوعة يمكن مختلفة عن كل مرة، لكن رمضان بيحتم ان احنا نعبر بشكل مختلف ونقدم جديد. دلوقتي انا حابه ان انا احيي الشاعر حسام الهرماسي، اخ فاضل وشخصيه جميله جدا من قنا، من بلادنا الجميله، وبحييه على القصيده او الشعر اللي قدمه. يعني قال لي انا بهدهولك ده بخصوص احد الظروف اللي اثارت ازعاجه الفتره الاخيره في حاله استشهاد جنودنا البواسل. هنسمع شعر يمكن لاول مره احس الانفراد بالتعبير والقوه في الاداء، وانتظروني ان شاء الله في اخر حلقتنا هنسمع الشاعر حسام الهرماسي وهو بيعبر عن عشقه لتراب هذه الأرض. دلوقتي يا ريت، ألو، طيب دلوقتي ممكن نخرج نسمع الفيديو اللي قلتلكوا عليه، وهتبقى مفاجأة زي ما أنا اتفاجئت بيها بالظبط. اتفضل. أول ما خلصنا تعليم جانا خبر بيقول مصر في خطر ومحتاجة ولادها ينصروها على كل اللي ظلموها. عشنا فيك يا مصر من الأعوام 20، مش كتير عليك عام ولا اتنين. يا مصر اتعلمنا في أرضك ولحم اكتفنا من خيرك، ازاي هنحب غيرك؟ يا مصر اتعلمنا في أرضك ولحم اكتفنا من خيرك، ازاي هنحب غيرك؟ وبكل فخر لبسنا بدلة النصر في عز البرد، كنا بنهز الأرض حماة الوطن، وربي يحميك يا مصر من الفتن. كنا بنقسم اللقمة، كنا بنقسم اللقمة ونجمع على صوت الأذان، وحافظين القرآن وأعز صاحب لينا حنا أو مينا، أصلنا عارفين قيمة الأوطان وحب الوطن من الإيمان. في الجيش سطرنا صفحة جديدة، في الجيش سطرنا صفحة جديدة، صفحة الشهادة وحب بلدي عبادة. وجات أخبار لينا صعبة علينا، وجات أخبار لينا صعبة علينا، بيقولوا في العريش في الجامع، بيقولوا
في العريش في الجامع، قتلوا شباب زي البدر بكل خسة وغدر. كنا عايزين نشق الأرض ونمشي فيها وندمر كل خسيس عايش على أراضيها. دول مش إرهاب، دول كلاب، وإحنا هنخليهم يأكلوا التراب. الإرهابيين فاكرين نفسيهم بني آدمين، إزاي تموتني وتقول إنك تعرف الدين؟ الدين بريء منكم والإسلام بعيد عنكم. بحييك للمرة التانية الشاعر حسام الهرماسي. من أجمل حاجة سمعناها عن حبنا وعشقنا لهذا الوطن واعتراضنا أو رفضنا لأي أفعال غير مسؤولة. يا ريت نفتكر ان التحدي هو اللي هيقوينا وهو اللي هيخلينا في المقدمه وفي المكانه اللي تليق بمصر والمصريين، وننبذ اي نوع من انواع المصالح الخاصه او اي شيء تاني مش يعني هيكون اثاره، وهنسال عند الله. ده كفايه يعني. الحمد لله، ربنا يزيد من امثال المخلصين. وبشكركم وبحييكم جمهوري الأعزاء، وتابعوني على صفحاتي وبعتولي كل آرائكم واقتراحاتكم، وإلى اللقاء.